أعلنت إدارة الشباب والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن حملة تهدف إلى توعية رواد الجمعيات التعاونية بفيروس كورونا المستجد تحت شعار نحميك، حيث تعمل هذه الحملة على توعية المستهلكين بهذا الفيروس وإجراءات الوقاية منها عند دخول المحال التجارية. الحملة التي تنظمها نقابة العاملين بالقطاع التعاوني وجمعية حماية المستهلك بالتعاون مع الجمعية الصيدلية الكويتية وبمشاركة الهلال الأحمر الكويتي للوقاية من فيروس كورونا شملت عدة جمعيات تعاونية يشارك فيها عدد من المتطوعين بتوزيع القفازات الطبية والكمامات والمعقمات ومنظفات اليدين، إضافة إلى إجراء الفحص الحراري وضغط الدم.